أبو العبادلة يسأل حكم إجابة واجبات الطلاب أونلاين مقابل مال. هذه المسألة يشوبها أمران، يعني الطالب عليه واجب، هل يجوز أن يتدخل شخص للإجابة نيابة عن الطالب؟ هذه يشوبها. ولا الغش، الغش والنبي يقول من غشنا فليس منا. ثم ينظر إلى أمر آخر، الأعراف السائدة في وسط الطلبة كلهم. هل الأعراف السائدة في وسط الطلبة كلهم تجوز ذلك أو لا؟ لكن الأصل المنع، وذلك لأن النبي قال من غشنا فليس منا.